طبعا جتنا مريضة للعيادات، هي عمرها 52 سنة، تشتكي من آلام في البطن وورم ضخم جدا في البطن، يعني زاد حجمه خلال 7 سنوات وامتدى خلال 7 سنوات. ال7 سنوات هذه لم تذهب لأي عيادة أو مراجعة ولم يتم تشخيصه. طبعا في العيادات عملنا أشعة وأشعة مقطعية وحددنا موعد للعملية بعد إجراء كافة الفحوصات للمريضة. خلال العملية كان الورم ضخم جدا، ممتد من الحوض إلى البطن، بحجم وزنه كان الآن 35 كيلو. والعملية استغرقت تقريبا 2 ساعة وربع. بعد العملية الحمد لله المريضة ظلت تقريبا 4 أيام في المستشفى، وأمورها كانت الحمد لله يعني مستقرة تماما، وخرجت أمس من المستشفى. في تجمع حائل الصحيح نشهد تطور ملحوظ جدا في كافة الخدمات الطبية والتخصصات الدقيقة، خصوصا تخصصات الأورام، تخصصات أورام النساء.